أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن الله.
ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر النفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم ربك الذي خلق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كما تزيد التلاوة القرآنية المباركة طلعها علينا فضلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر إمام قرى جمع الأول الشريف القاهرة والمقيم بمنشيته بشباب التابعة لمركز مدينة حوش عيسى الصوت يدوب ومخزن الفراشة الحديثة الكبرى ركبة تحت دارة الإشراف المعلم سعد الخشب المقيم ابو فريد اما كل من جاءنا من الاعزاء كان سعيه مشكور